تسمع بعض المصلين شيخ صالح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما هو توجيهكم؟ هذا خلاف المعروف عند كثير من أهل العلم. المعروف عند كثير من أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة الصريحة الكبيرة السلام عليكم ورحمة الله، أما زيادة وبركاته وإن وردت في بعض الأحاديث فإن أكثر أهل العلم لا يعملون بهذه الزيادة. نعم طيب، بارك الله فيكم.